حقيقة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، زين، وبرفقته السيد وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام المحترمون، تم وبعون الله افتتاح الطريق المؤدي إلى داخل مطار بغداد الدولي وصولا إلى صالة المغادرة والاستقبال زين ذهابا وإيابا. هذا الطريق كان مغلق أمام المركبات الأهلية من 2003 ولحد يوم أمس زين. بعون الله وجهد أمني يترأس السيد رئيس مجلس الوزراء تم افتتاح هذا الطريق ودخول المركبات الأهلية زين. إلى داخل المطار. اليوم يستطيع المواطن العراقي أن يدخل بمركبته إلى الداخل ثم يوصله أحد الأشخاص إلى مكان المغادرة، أو يستقبله أحد الأشخاص بسيارته. جميل. أو يستطيع ركن هذه المركبة والسفر والعودة وأخذها من مطار بغداد. جميل جدا. يعني انه السياره لازم تكون باسمه او الدرجة القرابه اللي داير يوصل اهله او صديقه، بس اريد فهمنا هاي الوضع الاليات، يعني السياره لازم تكون باسمه فقط حصرا او وكاله، فقط هاي الامور توضحها لنا. بالنسبه للمركبات اللي رقمها اقليم يعني ارقام شماليه بالضبط، يا اما باسم الشخص او من ينوب عنه بوكالة قانونية. جميل. بالنسبة للسيارات الأخرى في الحكومة الاتحادية بكافة المحافظات زين تكون باسمه أو اسم أحد من عائلته يعني بالضبط الدرجة الأولى. أها. ما أتضايق بهذا الموضوع، لكن يجب إبراز الأوراق الثبوتية بالضبط داخل تشيك بوينت اللي بالبدايه او نقطه التفتيش، يجب ابراز المستمسك الرسمي العائد الى المركبه والعائد الى الشخص، ويجي ضمن الفتره المحدده إلى للسفر ويدخل فقط. نعم. يتفتش. نعم. ويذهب. نعم. فقط. نعم. ماكو اي امور. نعم. اخرى. نعم اكو اجراءات امنيه اكيد راح تخضع لها العجلات.